إن للكلمة الأثر البالغ في التعبير عما يتغلغل في النفس، فتخرج حية ماثلة فيستقر أثرها في النفس عميقا. نترككم الآن مع كلمة المنتدى الأدبي يلقيها الأستاذ عوض بن محمد الوهي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. معالي الشيخ محمد بن عبد الله بن زاهر الهنائي مستشار الدولة الموقر، أصحاب السعادة والفضيلة المكرمون أعضاء الدولة، الباحثون الكرام، أبناء وعائلة الشيخ العلامة سيب بن حمود بن حامد البطاشي، المشايخ الكرام، جمهورنا الكريم، يسرني أن أحييكم باسم المنتدى وباسم ذاكرة عمان بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لا يطيب لي الترحيب بكم في رحاب هذا المكان المبارك، ونحن مقدمون على تناول سيرة علم بارز وقمة شامخة من قمم العلم والفكر العمانية، ناشرين سيرة عطرة لواحد من علمائنا الذين بذلوا عمرهم كي يفتح الطريق والبصائر على ذخائر التاريخ العماني التي بقيت مجهولة ردحا من الزمن. إننا الليلة نتحلق حول مائدة كريمة من موائد العلم والمعرفة، نتقاسم صدقة علم جارية إلى يوم الدين، مائدة فضيلة الشيخ العلامة المؤرخ سيف بن حمود بن حامد البطاشي رحمة الله عليه. معالي الشيخ راعي هذه الندوة، أيها الإخوة والأخوات، تأتي هذه الندوة التي يقيمها المنتدى الأدبي في سياق عنايته بنتاج العلماء والفقهاء والأدباء والمؤرخين وسير القادة العمانيين في سلسلة متصلة من الندوات امتدت لأكثر من عقدين من الزمن، مركزين في كل مرة على شخصية عمانية، هادفين إلى إكمال التعريف بنتاج وسير الشخصيات العمانية، متداركين في ذات الوقت النقص في مجال الدراسات التي تعرف بنتاج أولئك العلماء الأفذاذ. ولقد أسهمت نتاجات الندوات السابقة للمنتدى الأدبي عن العلماء في دفع حركة البحث والتنقيب عن تراثهم ومآثرهم العلمية، كما أن المنتدى لا يحرص على التعاون مع الجهات العلمية والبحثية المختلفة لتوثيق وتمتين عرى التواصل والتبادل والاستفادة من الخبرات المختلفة. وما هذه الندوة إلا ثمرة من ثمرات التنسيق والتعاون الذي تم بين المنتدى الأدبي ومركز ذاكرة عمان وأبناء الشيخ المحتفى به، كما أن الإخوة في مركز ذاكرة عمان الذين بذلوا من وقتهم الكثير في سبيل الإعداد والتنسيق للمعرض المصاحب بشكل خاص. أيها الحضور الكريم، إن أوراق العمل التي ستقدم خلال هذه الليلة والليلة القادمة إن شاء الله ليلة غد لتغطي عدة جوانب من حياة الشيخ العلمية والعملية، كما تعرج على ما تركه الشيخ من مخطوطات، هذا بجانب الوقوف على مؤلفاته. وإن هذه الدراسات لتتفحص كثيرا من مصادر الشيخ التي اعتمد عليها في مؤلفاته، كما تركز الأوراق على ما تفرد به الشيخ في تحقيقاته الكثيرة في التاريخ العماني، كما أن المعرض المصاحب ليتيح للمهتمين بتراث الشيخ الوقوف عند جملة من الوثائق والمقتنيات الشخصية والتي تعرض لأول مرة. وما هذه الندوة إلا لبنة أولى يلقي المنتدى من خلالها بعض الضوء على تراث علمي يحتاج إلى مزيد بحث وتقص، لأن الشيخ البطاشي لم يكن مجرد مؤلف بل هو موسوعة علمية، وهو امتداد لأسلافه من العلماء الموسوعيين المعروفين في التراث العربي الإسلامي بشكل عام والتراث العماني بشكل خاص. معالي الشيخ الموقر، أيها الإخوة والأخوات،
إن المنتدى ليثمن الدور المساند والداعم لأنشطته من قبل صاحب السمو السيد هيثم بن طارق وزير التراث آل سعيد وزير التراث والثقافة الموقر، وسعادة الشيخ حمد بن هلال المعمري وكيل الوزارة للشؤون الثقافية. كما نشكر معالي الشيخ محمد بن عبد الله بن زاه الهنائي على تفضله برعاية افتتاح فعاليات هذه الندوة، والشكر كل الشكر لعائلة الشيخ ولمركز ذاكرة عمان ولمركز مركز سلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم الذي وفر لنا هذه القاعة وكافة الإمكانيات لإقامة هذه الندوة. كما أن الشكر والتقدير العظيمين ليذهبان إلى الباحثين الذين بحثوا ونقبوا في تراث الشيخ، ولكم جمهورنا الكريم كل الشكر على حضوركم ومشاركتكم لنا هذه الندوة، وإلى أن نلقاكم في فعالية أخرى من فعاليات المنتدى. نسأل الله العلي القدير أن يتغمد شيخنا البطاشي بفيض رحمته، وأن يبارك في الجهود العلمية التي تبذلها الأجيال الصاعدة من الشباب العماني المتلهف لخدمة تراث وثقافة هذه الأرض الطيبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.